ونختم مع المتسابق فردوس سيم سوري من اندونيسيا ويشارك في فرع التلاوة والترتيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم
نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين منه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا صدق الله العظيم. بارك الله فيك.